احنا ثلاثة، أول شيء حكي ويا ثلاثة حلو قاعد أحكي ويا عباس أنا، قلت له هاي صديقتي في الشغل سلم عليك صديقتك. أي فإيش إيش قال محمود جيب سؤال خليني أحكي أنا تركي، أنا تركي. هو قال محمود أنا تركي بدي أحكي مع البنت؟ أي قال لا لا داي 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 سجاد ايه عرض عم بيعمل مشكله بيناتنا. انا ايمت حكيت مع بنيه تركيه؟ لا لا هي شو ما لا حكيت فيديو قال فهمتم القصه حكيت فيديو قال بالله عليكم كونوا عادلين. يا حبايب القلب اسمعوا، كنت بالبيت بيتي تحت انا وعباس، فسجاد عم يحكي مع عباس فيديو كان مع مين قاعد مع بنت تركيه، فعباس عم تحكي معه البنت التركيه قام شو قال لسجاد هذا محمود تركي بيحكي تركي قام دار علي لا عباس ما بتحكي تركي انت عم تحكي تركي انسى التركي تمام راح انسى يا عمري قام دار علي عباس الكاميرا صار تسلم علي وتبارك لي اني على الخطبه وهيك صلى الله يبارك لي تعرفني هي حبيبتي انا كثير مشهور بتركيا يا عمري والله ايه ف جدا قالها انت بالخطبه دعوه في اي بي تجين انت ضروري سجاد ما يجي وانت تحضري ايش يعني شو حكيت؟ عمري والله هذا عم يعمل فتنه بيناتنا. اي والله مزبوط شو نورس نورس ما بيعب القصص. اي والله خلاص بدهم يعلقونا انا وبيسام ثواني بس استوعب هو قال له بتعدي احكي معك ولا هي قالت له ولا مين قال لمين؟ هو مو قاعد احكي مع عباس قال له جيب التليفون جيب انا تركي نص الصين ايوه مزبوط صح هذا ما كان بالبيت المشكله نورس انا هيك حكوا لي الشباب لو بدهم ينكذبوا ما كان حكوا لي مسبقا معناته كلامهم صح لانه حكي لي قبل ولا حكوا لك نفس السيره خلينا نيجي على الشاهد الاخير ايه عباس عباس طبعا عباس والله عم يفهم ممكن غلط يا عمي توقف الدنيا عيد خليها مبسوطين لا ما بدي ضل مبسوطه بدي نكد عليك عيشتك اليوم عيد بعد تركي ما تحكي انت رجاء تركي تنسى لغة اسمها تركية حاضر حبيبي اللغة التركية شو؟ ما بتحكي تركي ولا لا؟ أبد محمود الله بخن أقول عظيم بتحكي تركي ولا لا؟ أبد لا محمود لا ما بحكي تركي ترى بحكي ألماني أنا لا ما بحكي ألماني بحكي جيرمان سؤال خلينا خابر ظريفة شو بلدش؟ أخابر ظريفة شو بلدش؟ يعني بحبك بالألماني إيش لي بديش نيشت؟ ايش لي بديش نيشت بتحبيني اذا بتحكي تركي ما رح احبك شو بتحكي احكي عربي عربي بيسان ما بدي يعني احكي تركي لاني ما بتعرف تركي فبتحسبني عم خونه اذا عم بحكي تركي بس اقسم بالله ما بخونك يا عمري ما تحكي تركي حاضر تبشر من عيني هاي قبل هاي مو لما تشوف حدا بيحكي تركي اه بيت هاي شو بيت اجوا ضيوف اجوا ضيوف يلا قومي سلمي على الضيوف بيسو انا بيسو خلاص نتصالح سجاد لا ما رح احكي له لا 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 هسا احنا راح نسوي الصلح يلا بيسو لا ما راح اسوي بس خليتينا مجال الصلح ما بدي اسوي حصل لا 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 بس احنا باللهجه العراقيه الصلح يجيب هديه لك فصل تبشري لا ما بنضحك عليك هديه ما عم احكي لك ما بنضحك عليك هديه انا زين لا عشان شنو احكي لك كلمه بنضحك عليك هديه سجاد عمل شيء بيننا اسمع افهمك القصه انا وعباس تحت بالبيت فسجاد مع بنت تركيه لا ما تفهم انت القصه انا بدي افهم القصه بنتين ويت لو سمحت وانا باخذ القصه من الطرف النسائي تفضل رفقاته اوكي كان قاعد مع رفقاته تركيات سجاد مو اني اسكت عم بحكي هو عم اشر عليه لا صار عم بحكي عراقي كمان اوكي عراقي وتركي يحكي عراقي وتركي يحكي ساعه حلوه المهم اجى سجاد ما بعرف شو خطر له يدق لعباس فيديو عباس خابرني مو انا عباس خابر سجاد فيديو اوكي ومين عجب عباس مين لا محمود ومين عجب سجاد يعني وانا ما كنت موجود على الفاينل اجى عباس دار كبير على اي اول شغله انا اجى محمود صار يحكي مع البنت تركي وياخذ ويعطي معه لا سلمت علي وباركت لي على الخطبه هاي هي بس هو عم يزيدها لا تعرفين شو قالها قال لها انت دعوه في اي بي خاصه لك بالخطوبه سجاد ليجي سجاد قال مس تك اول شغله انت الحق عليك شفتي هذا هو الغدر ما دخل الزلمه الغدر فيه المفروض رفقاته عنده ما يخلي محمود يروح لا عنده لا انت جعلتي لا ثواني يا جماعه افهم هاي عيني دقيقه بس لا ما فهمت القصه انا برضه
اوكي سجاد سجاد هو قاعد مع رفقاته بالمطعم. مين سجاد؟ سجاد هن رفقاته من ايام تركيا يعني بيعرفهم معرفه قديمه. حلو. من اسطنبول. من اسطنبول تمام. هو قاعد هو صار له شهر جاي من اسطنبول وعباس ومحمود بالبيت. اوكي انا مو متهم. فاجى عباس دق لسجاد فيديو صار يورجيه نعرف قاطع عارفون عليهم. قال لي من قاعد دار الكاميرا على محمود ومحمود صار يحكي تركي. شايفه هذا الشاب التركي؟ لا اكو ملاحظه اسمعي الملاحظه الملاحظه عباس ما دار تليفون على محمود. محمود جرى التليفون قالها انا احكي تركي. والله عبيفتنا هذا اللي صار. هذا اللي صار والله يا بيس عبيف. زين السؤال خلص مضبوط انا شايف انا ورس ما كان بالذهن. لحظه هو ليش قال لك دعوه في اي دي خاصه على الفيسبوك؟ لحظه ليش؟ مشان انت لانه ملكة جمال ليورجيهم مين اختار بحياته. نغام نغام خلص المشكلة ما قال لها هيك. ما قال لها هيك حبيبتم عليكي. ما قال لها هيك. عندك الشاب التركي والبنت الاسبانية. اصلا ما قال لها انه مخطوب يمكن. اصلا ما قال لها انه مخطوب يمكن. لا والله قلت لها بالعكس بالعكس هي باركت لها للامانة. لا باركت لها والله العظيم. هي ليش بارك لك؟ ان شاء الله بتعرفها من قبل؟ لا ما بعرفها. بتعرفها؟ ما بعرف. بارك لك انت الصراحة في شيء مضبوط. باركت له. ايه باركت له لتاخذ. لا 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 تركته وانا موجودة. بتعرف تحكي تركي؟ صارت اركس. قال لها ايفيت 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 اشكم ايفيت كمان. لا لا بس للامانة في شيء مفقود اللي هو للامانة عشان تعرفين شنو صار؟ انا اللي قاعد لا لا واحد تطلع؟ لا ايه احلف ايه اطلب. انا اسمع بس ما حكيت شيء. سان شوكتا انا ساكت خجل صح؟ والله لا لا مو انت سان شوكتا وكله صدق. سؤال لك تطلع؟ ايش؟ ايش؟ باركت لك على خطتك وبتقول لك انت تطلع؟ اسمعي قبل خطبة انت طعمة الكبرى. شو؟ جد ولا لا؟ لا جد احكي. ايه جد. كان هو التليفون دار على محمود صديقتها الظريفة اسمها جود. كان قالت له اوه شو قدر شخص انت كثير شاب وسيم. فكان كذا هو قال لها لا بس انا خاطب. محمود هذا اللي حكى. ما حد يرد هيك الرد. ما حدا يرد هو ما حدا يرد هيك. بس قال مو احلى منك. قلت انت حلو وسيم قلت بس مو احلى منك. ايوه ايوه اقسم بالله يكسر. صح والله يكسر. سلمي 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 والله عم يخربوا بيناتنا. يا بيس والله هن بدهم اياهم يخربوا بيناتكم مشان ياخذوا لهم شباب. بس اكو معلومه خطيره لو احكيها بس الشمره لنا الحين. سمع قلت احنا ايش قلنا لك البيسا؟ لان قالت هي اذا حاجت البيسا انه وحده بني معجبه بها حتى تتركه واجي انا اخذه واعطيكم مصاري. هذا المعنى. تعطيكم يعطينا مصاري حتى الانسان. زين خابرها خابرها. اسمع انت وياه نهايتكم انكم تخطبوا ونحن اللي راح نشتغل فيه. مين يخطب؟ ونطفش نسوانكم. لو فرج ورحمه. صح ولا لا؟ اول شيء اصلا ما احكي عشان احضرك بلوكات كلكم. يلا يلا يلا. خطيبتي ما تقبل. ويت ويت اني تعمل لي بلوك. خطيبتي ما تقبل. زين خطيبتي شلون؟ من طلقك منا يعني بنلاقي غيرت وحده بتقبل؟ ما تحرقوني يمه. اذا ما تحرقوني يمه نحدد المشكله. انا مصدومه. زين نرجع لمحمود. صديق حياتي بده يتركني وهذا الواطي تطلع ها؟ عم يطلع. وتعرفين ليش انت تطلع انت؟ ايه. تعرفون شنو الطامه الكبرى؟ شو؟ المشكله محمود ما كان لابس كنزه. اوها اوها هذول عم يكذبوا كثير والله يا بيسو. لا عن جد ما ترد يعطوا رفاق السؤال يا عمري. والله كان عم يحكي انا ما بصدق غير شخص واحد. زين قلت نورس. نورس شو بيقول لي بصدقه؟ نورس ما كان بالبيت. لا نورس شو بيقول لي؟ انا المشكله حكوا لي. احكي لك شو؟ اذا حكوا لك بطلت اصدق. لا بس هلا شو المصلحه يحكوا مره ثانيه الموضوع؟ انا بصدق الموضوع. شو في حقيقه؟ ما في حقيقه. كان اسمه كذبه. بدهم يخربوا. انت شوف معنا ولا معنا؟ بس ما المشكلة مين اقول لك البنات شو اسم صديقاتك؟ ظريفة وقول قول تعدد بقلبك قرصون من وراه قال لك بدك تعدد صوت وديت شاي شافت محمود شافت محمود بس شفت بس هو شنو كان؟ هو كان لا لا هو ما لابس كنزة كان
ما عجبوا فيه يا سجاد ما عجبوا فيه. لكن ايش عم تحكي ما عم نفهم عليك. تعدد قرصان يا شو؟ وكانت ظريفة وأشوي صديقات. شو؟ فاتحات اتصال. شو؟ اتصال فاتحين كاميرا. شو؟ كل كاميرا. هلا أنت تعدد قرصان من ورا. شو؟ شو؟ عن جد والله ما فهمت هاي شو؟ عدت مرقت عدت مرقت مرقت فاصولية زين مرقت هيك مرقت فشافت محمود بالاتصال شو ياي قرصانة هيك يعني هاد من شو يسموه؟ ايه نفس قرصانة قرصانة دلفري دلفري عن جد قرصانة شافت محمود ومديرة المطعم زين زين سؤال خلي احنا شهر لشهر مهلا كل شيء بالاثبات اتصل هلا هذا ضريبه بس ما حيلي اول شيء احكي وياها انا اول شيء خليها تسلم على محمود على اساس انا مو طبيعي لا اوكي راح يتصل للبنت ونشوف انت ما بتحكي لا مرحبا ولا انا بدي اسمع كيف بدك يلا خليه يفتح الكاميرا مباشره الله يستر قالته هاي نصل ايوه رد الفعل انه كاني يا بتعرفوا يا ما بتعرفوا بالضبط يا وينك يا لهوي شنو تسوي؟ شوف هنا مكتوب ظريفة المشترك اللي المشترك الله يسعدك ويبعدك يا ظريفة الله يسعدك ويبعدك الله يسعدك ويبعدك ايش حبيبتي؟ شوفك ترى كله مزح ترى والله كله يمزحون معك يا عم لا انا بدي دقلة والله يمزحون معك يا عم بدي دقلة لا والله حرام ايه انا بدي دقلها بدي اشوف ردة فعله لما تشوف محمود مشاكل بيها ليه بيصير بيها كل شيء سجاد شو اسم البنت ظريفة والله ظريفة سجاد اصلا خلص لا دقلها اصلا انا عندي ثقة بمحمود الله يا عمري والله انك ظريفة مو لبسني الخاتم الي ايوه ايوه سقفونا الحمد لله انتهت على خير الله يسعدكم ويبعدك يا ظريفة شكرا شكرا لوجودك شكرا الله يسعدك يا نغم